السلام عليكم، أهلا وسهلا بأبنائي طلاب الصف الخامس. درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية بعنوان العلاقات الثقافية. تحية من الله إليكم أيها الأبناء. إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى هتكلم في درس جديد، وهو درس العلاقات الثقافية. درس العلاقات الثقافية، احنا تكلمنا عن الحياة الاقتصادية، تكلمنا فيها عن مفهوم العلاقات الاقتصادية، وقلنا انها عبارة عن نشاط بشري يقوم على التبادل بين في السلع عن طريق البيع والشراء. تعرفنا ان الدول، لما انا عاوز اتعرف على دولة من الدول اعرفها ازاي؟ أعرفها من خلال المظاهر الحضارية الموجود، الآثار على سبيل المثال، بالإضافة إلى النشيد الوطني زي النشيد الوطني الفلسطيني. كذلك نتعرف من خلال العلم زي بالضبط الشعار الموجود أمامك، اللون الأحمر واللون الأخضر والأبيض واللون الأسود. كل دولة من الدول تركت لنا مظاهر حضارية كثيرة جدا. هل كل دولة احتفظت بمظاهرها الحضارية في داخل نطاقها الجغرافي؟ بالطبع لا، وإنما هذه الثقافات وهذه الحضارة انتقلت من دولة إلى دولة ومن شعب إلى شعب آخر. بل هناك دول أخذت مظاهر حضارية من دول أخرى ونقلتها إلى بلادها. تعالوا أيها الأبناء نتعرف على العلاقات الثقافية. ما معنى كلمة العلاقات الثقافية؟ العلاقات الثقافية أيها الأبناء معناها هي العلاقات اللي بتجمع الشعوب العالم وتختلف في العادات والتقاليد واللغة والثقافة. تختلف شعوب العالم في عاداتها وتقاليدها ولغاتها وثقافتها. كل مجتمع من المجتمعات وكل دولة من دول العالم لها لغة معينة، لها عادة وتقاليد معينة، ولها ثقافة. كلمة الثقافة المقصود بها العلوم، العلوم المختلفة، التراث المختلف، سواء هذا التراث تراث مادي أو تراث معنوي. هذا الاختلاف رغم اللي فيه بنجد أن هناك تبادل في المعارف الثقافية من خلال ما نشاهده أمامك في الصور، المهرجانات الثقافية، معارض الكتب، والزيارات السياحية. يعني الدولة، أو نحن نسميهم السياح، لما يسافر واحد من دولة أوروبية مثلا يأتي إلى الوطن العربي، أكثر شيء يهواه هو التعرف على هذا البلد، ويعرف عاداته وتقاليده، ويعرف المهرجانات اللي بتحدث في كل سنة من السنين، بيتعرف على الكتب الموجودة. والجميع الكتب هناك كتب مختلفة، هناك كتب للفن، هناك كتب للعلوم، هناك كتب للدين، هناك كتب خاصة بالتكنولوجيا. يعرف من خلال هذه الكتب هذا الشعب ما هي ثقافته، ما هي عاداته، ما هي تقاليده. يبقى إذن نتفق أن الشعوب العالم تختلف في العادات والتقاليد واللغة والثقافة. نأتي أيها الأبناء إلى أهمية اختراع الكتاب. لابد أن نتعلم شيئا مهما، وهو أن الله عز وجل قال في محكم الكتاب: وعلم آدم الأسماء كلها. يعني الإنسان أصلا كان محترف القراءة والكتابة. العلم من الأشياء المهمة جدا في حياة كل فرد من الأفراد. نحن نعرف أن الإنسان الأول لما كان بيعيش في حياة الكهوف، لما كان بيعيش في حياة الجبال، كانت حياته بدائية. ولكن هل هذا الإنسان لم يترك أثرا؟
الآثار اللي كنا بنشوفها على الصخور على سبيل المثال بنعرفها بأن هناك أفراد كانوا يعيشون في هذا المكان. ما هي أهمية الكتابة أيها الأبناء؟ العلم والتعلم، زي ما احنا بندرس في الصف مادة المواد الاجتماعية أو اللغة الإنجليزية أو العلوم أو المواد الشرعية أو اللغة الإنجليزية وغيرها. يبقى أنا أتعلم وأعرف العلم وأستفيد من هذا العلم ماذا يريد مني. ثانيا التواصل بين الناس، يعني لما أجي أكتب خطاب مثلا إلى فرد ما بيعيش في مكان، يبقى أنا كده ابتكرت الكتابة علشان أقدر أوصل ما أريد أن أوصله إلى هذا الشخص. توثيق التاريخ، توثيق التاريخ دايما يا أولاد مكتوب على الصخور، أولا كانت تحفر على الصخور بالإضافة إلى الجدران اللي موجودة في المعابد في معظم الدول، وفي نفس الوقت المخطوطات اللي بيسجل فيها المؤرخين التاريخ مثلا من عام كذا إلى عام كذا، ومن فترة دي للفترة دي، ومن فترة دي للفترة دي. طيب التعبير، يعني إيه يقصد بالتعبير؟ أنت بتكتب عشان تعبر عن شيء بداخلك، أنت تريد أن تعبر عن شيء بداخلك فتعبر من خلال الكتابة. تكتب مثلا قصة، بتكتب مثلا بيت شعر، تكتب مثلا شيء معين تعبر فيه عن شيء تريده. حفظ حقوق الناس، طيب هناك في الدول في حاجة اسمها السجلات، في حاجة اسمها الدواوين، الدواوين دي بكتب مثلا فيها العقود، العقد بين الشركة وشركة، بين فرد وفرد. يعني مثلا رجل أراد أن يبيع أرضا مثلا أو يبيع بيتا، فيجيب هنا خطاب أو ورقة بيضاء ويبدأ يسجل عقد، ثم يشهد عليه اثنين من الناس، ثم يختم، ثم يوضع هذا الحق في مكان معين وهو الديوان أو الوزارة أو الهيئة المسؤولة. الهدف كله عشان يحافظ على حقوق الناس من خلال الكتابة، وهذا الأمر قد ورد في القرآن الكريم في آخر آيتين من سورة البقرة. حفظ المعلومات، لو مثلا فرض ما باعت أو باع قطعة من الأرض مثلا، وجاء بعد فترة طويلة جدا وجاء وقال من الأرض اللي باعها، قال هذه الأرض هي أرضي على سبيل المثال، فيقول لك لا تعال، هناك ورقة أو عقد أنت كتبته منذ مثلا 20 سنة. يبقى أنا الكتابة دي حفظت لي حقي في مسألة البيع والشراء. يبقى إذن أهمية اختراع الكتابة أيها الأبناء، العلم والتعلم، التواصل بين الناس، توثيق التاريخ، التعبير، حفظ حقوق الناس، حفظ المعلومات. هيا بنا إلى الصور اللي كانت موجودة أو الكتابات اللي كانت موجودة. الصورة الأولانية الكتابة التصويرية التي ظهرت في عهد الحضارة الفرعونية. أين الحضارة الفرعونية أيها الأبناء؟ برافو، في مصر. ظهرت الكتابة المسمارية في العراق زي ما هو الشكل اللي قدام منك ده. في حاجة مهمة جدا، لماذا سميت الكتابة المسمارية بهذا الاسم؟ لأنها كانت تكتب على شكل مسمار طين، وكانت تدق على صفحات الجدران، بالإضافة إلى الحروف الكنعانية التي ابتكرها الكنعانيين منذ أكثر من 4000 سنة، بل أول من كتب الكتاب هو الكنعانيين من خلال أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت. ربما هذه المعلومة تكون جديدة عليك، لكن حبيت أنك أنت تعرف. كانوا الكنعانيين بياخدوا مثلا رأس الثور اللي يمثلوه بحرف الألف أي الحيوان الأليف، والحرف الباء بيمثلوه شبه البيت المنزل يدل على الاستقرار. يبقى أول حاجة كان يستخدمها الإنسان في الكتابة، الأدوات كان يستخدمها في الكتابة الحجر وألواح الطين، بل حتى جلود الحيوانات، ثم ورق البردي الذي كان ينمو على ضفاف نهر النيل. ولذلك العرب لما نزل القرآن الكريم
أين كان يسجل؟ يسجل على جلود الحيوانات، كما نوع من أنواع الأدوات. لما تطور الإنسان ودخل المسلمين إلى مصر، بدأ يستخدم ورق البردي اللي كانوا يستخدموه الفراعنة في الكتابات، ولكن باللغة العربية. إذا حبيت نعرف ما هي أهمية الكتابة للإنسان زي ما أنا ذكرت، نرجع لورا تاني. يلا يا أولاد، لو حبيت أعرف ما هي أهمية الكتابة هنقول إيه؟ برافو عليكم، حفظ المعلومات، العلم والتعلم، توثيق التاريخ، التواصل بين الناس، حفظ حقوق الناس، التواصل بين الناس يا أولاد. الناس تتواصل بها من خلال الكتابة زي الخطابات بالضبط. طيب، حفظ حقوق الناس من الضياع. يبقى أنا كده عرفت أهم الكتابات الموجودة عبر التاريخ. الكتابة التصويرية لأنها كانت عبارة عن صور زي ما هي موجودة قدامك، الكتابة المسمارية، الكتابة الأبجدية اللي هي هنا كانت تأخذ على شكل من أشكال الحيوانات أو البيئة، وإذا قلت أن الكنعانيون استوحوا الرموز من بيئتهم. هنا السؤال: نشأت العلاقات الثقافية بين الحضارات منذ أقدم العصور. طيب، إزاي كانت العلاقات الثقافية بين الحضارات؟ عن طريق المهرجانات الدولية، زي المهرجانات اللي احنا بنشوفوها في الفنون، المهرجان، السينما، مثلا الملابس، الدبكات، الدبكة الشعبية الفلسطينية اللي احنا بنشوفها كل سنة، بالإضافة إلى معارض الكتب، وهذه المعارض تقام كل سنة، وكل دولة من الدول بتعرض هذه الكتب عشان تعرف باقي الشعوب ما هي أهم العلوم التي وصل إليها. الألعاب الأولمبية، الشكل اللي قدام منك ده رمز للألعاب الأولمبية، ويرجع إلى جبل يسمى جبال الألب، وكانت هذه الدورة تقام كل 4 سنوات. الألعاب ديت فيها الميداليات زي الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية، زي مثلا رمي الرمح، القوس، الجمباز، ألعاب التنس. فذلك نجد أن الألعاب الأولمبية اشتهرت بين العالم، وخاصة مدينة أثينا في هذا المكان. ثم أسست منظمات، المنظمات دي مهمة جدا، وهي اليونسكو اللي بتهتم بالتراث الثقافي، بالإضافة إلى المنظمة العربية التي تسمى الألوسكو. لو حبينا نعرف وسائل الاتصال، كيف انتقلت العلاقات الثقافية بين الدول، أو الكتابة نقلت إزاي؟ عن طريق وسائل الاتصال المقروءة زي الصحف والمجلات، وسائل اتصال مسموعة زي القنوات الفضائية زي ما نشوفها في الراديو والتلفزيون وغيرها، بالإضافة للأجهزة الذكية زي الحاسوب والهاتف، شبكة الإنترنت. إحنا هنا شبكة الإنترنت الجميع بيستخدمها، وأسرع وسيلة تقدر من خلال وسائل الاتصال أو الإنترنت تقدر تتعرف على أي دولة. في مثلا سمعت إن في الدولة الفلانية ديت فيها مهرجان من المهرجانات زي الهند، زي الصين، زي فلسطين، زي قطر وغيرها. بالإضافة إلى أن الثقافات ديت من خلال شبكة الإنترنت قدرت الإنسان يقدر يوصل يعرف المعلومة بسهولة شديدة جدا. حتى الكتب، لو أنت عاوز تعرف أي كتاب من الكتب، عاوز تعرف أي قناة من القنوات، من خلال وصولك إلى اليوتيوب أو وسائل التواصل، التويتر، الفيسبوك، تقدر تعرف كل ما يدور ثقافة أي بلد، زي الأخبار اللي احنا بنشوفها كل يوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس بسيط، ونلتقي إن شاء الله في درس آخر.